بيكم. رجعنا تاني في اخر خطوه اللي هي السيت اب، فتحنا السي دي بوست. تمام، احنا ايه ده، معلش معلش معلش. تمام، عشان بس انا شغال بالماوس، فالدنيا ضربه معايا. ايه ده ايوه، بس هتسلكت. شكرا. هنختار كونتورز الاول. ممكن نعمل عليها بسم الله الرحمن الرحيم لوكيشن، خليها سيمتري 2 مثلا. يعني تعالى نجيب البريشر كونتورز ونعمل 100 عشان يبقى سموث. لو ملاحظين احنا ده البريشر كونتورز بتاعنا. بعالى نشوف الفيلوستي كونتورز مثلا، هنلاقي ان اللي فوق هتلاقي احمر قوي بسبب ان الفلو داخل بالظبط. يعني بص الفلو داخل هنا احمر قوي، وحصل هنا زي سيبريشن او الفلو ساب او اكسبانشن حصل هنا. طبعا انتوا ملاحظين هو متغير تماما عن اللامينر، مفيش يعني هنا التربلنت باي باين اول ايدز او باين اول العشوائيه اللي حصلت في الجزء ده حتى. يعني الكلام ده ما كانش باين في اللامينر، يعني كان في هنا ايدي كبيره دوامه كبيره بس وخلاص، يعني الفلو نزل وخرج. اما هنا لا، انتوا ملاحظين ان في فرق شكل التربلن، فرق كبير عن اللامينر، يعني فرق كبير. ممكن نشوف التمبريتشر، هلاقي ان الجزء اللي تحت احمر بالظبط زياده ماشي، بسبب ال ان انا مدي درجه حراره هنا كبيره. طب فوق هلاقي ان الدنيا بارده بسبب الفلو داخل بارد، يعني حصل هيت ترانسفير من الهواء اللي ملامس للسطح، السطح للهواء اللي ملامس للسطح، وبعد كده الهواء اللي ملامس للسطح للهواء اللي فوقيه الطبقات، لغايه لما وصل هنا. الحته دي هتفضل زرقاء بسبب ان الفلو داخل بسرعه فهيفضل ازرق. ممكن طبعا نغير نخليها يوزر ديفاين يوزر سبرايت، بس انا عايز اخليها، عشان لو عايز اخليها يعني مثلا سي سيليزيوس مثلا، فانت ممكن تقول له مثلا ابتدي من 15 مثلا لكام، مثلا ل 40 درجة مثلا، شوف او 50 درجة ماشي، ونشوف اللي هيحصل. مثلا لو ملاحظة تلاقي فعلا ده بارد قوي هنا، يعني هي دي الحتة اللي عالية قوي، وبعد كده بدأ يحصل فيه ترانسفير، يبدأ يقل لغاية لما وصل لفوق خالص. فوق خالص الهواء اللي داخل بارد قدر يعني ايه يتغلب على حتة الهيت ترانسفير اللي جاي من تحت. ده الكونتورز. احنا ممكن نعمل فيكتور برضك زي ما عملنا المره اللي فاتت في اللامينر. فيكتور للفيلوسيتي مثلا، نقول له لوكيشن سيمتري 2 مثلا، نخليه ايكوال سبيس مثلا، نخليه 100 نقطه ماشي، بس نكتر شويه نخليه 1000 مثلا. اوكي ماشي، اه شكله كويس ده لحد ما، يعني الفلو اهو خرج من هنا وبدا يحصل زي باك فلو او زي ايدز مثلا، فلو ساب يعني في حصل باك فلو هنا في الحته دي، فحصل ايدز مثلا شايفين، وبدا يتجمع هنا تاني ويخش ماشي. اوكي طبعا كنا مدخلين حته الناتشر كونفكشن او البوينسي، ان الهواء السخن يطلع فوق والهواء الساقع ينزل تحت، كان شكل الفلو اتغير تماما. احاول اعمل مساله ان شاء الله جايه ادخل حته البوينسي معانا بحاجة اسمها بواسونسك ابروكسيميشن، بيقدر يعبر عن، وهنحلها انكمبريسبل، يعني مع ان الدينستي بتتغير بس هنحلها انكمبريسبل. حاجة اسمها بواسونسك ابروكسيميشن، ان انا بربط الدينستي بالتمبريتشر في الجرافيتي تيرم. ساعتها هيبقى لازمة الجرافيشنال اكسلريشن اللي احنا كنا بنحطها في الاول اللي هي ناقص 9.807، هيبقى ليها لازمة ساعتها دلوقتي. والهواء الساعة اللي بينزل لتحت، يعني الهواء اللي جاي ليه بينزل لتحت والهواء السخن طالع لفوق، حتى ساعتها ممكن اصلا ما تبقاش المسافه العمرها، ممكن ما تبقاش ستيدي، تبقى ان ستيدي بسبب الحركه الدواميه بتاعه الفلو ان هو بيطلع. يعني انا عندي فورسد كونفكشن الهواء الساقع اللي داخل، وعندي الناتشر كونفكشن الهواء السخن هيطلع لفوق لوحده، فبالتالي ده ممكن يعمل دوامات هنا ويبقى ان ستيدي الحل بتاعي في الاخر. اوكي ممكن ده الفيكتور خلاص. الستريم لاين برضك احنا عملناها المره اللي فاتت، ممكن نعملها دلوقتي بسرعه، ان انا احط مثلا سيرفيس ستريم لاين، احط سيمتري 2 مثلا، نحط مثلا 100 نقطة. اوكي شكل الفلو هيبان قوي بقى، والباك فلو هيبان قوي هنا.
بص يا مراسي، الدوامة كبيرة قوي يعني، الدوامة كبيرة قوي بس واخدة كل ده، دي كلها دوامة. احنا عندنا كانت هنا صغيرة قوي في اللامينر ساعتها يعني، او هنا كبيرة قوي، انتوا ملاحظين كده الفلو سرعته قدرت تتغلب، تجري بسرعة حتى ما تنزلش لتحت، ده ماشي على طول نفس يعتبر في نفس الخط يعني، ما نزلش في الواي حاجة خالص. اوكي ماشي، ده الستريم لاين. في حاجة تانية أنا كنت عايز أقولها، إحنا ممكن نرسم ديستريبيوشن للفيلوسيتي والتمبريتشر على لاين معين. يعني مثلا عايز أعمل لاين، أوكي ده لاين 1، أقول له مثلا قول لي 2 بوينتس اللي عندك ما بين 2 بوينتس، أقول له مثلا واحد وواحد مثلا، ومثلا هنا هو الزيرو بتاعنا كان هنا، ده الزيرو، فبالتالي تحت ناقص 2.5 وفوق نص يعني، فاهمين يعني؟ او الزيرو بتاعي، لا معلش الزيرو بتاعي كان هنا، فانت ناقص 2.5 تحت وفوق نص، فلو بصينا كده تمام، هو فعلا قدر ياخد اللاين ده كله. لو كنا عملناها مثلا زيرو مثلا، بص هتلاقيه عمل ايه الحته دي، فده الزيرو بتاعه، فاهمين؟ فعشان كده خليتها سالب 2.5 عشان ياخد الجزء اللي تحت كمان معانا، ونعمل نخلي مثلا كام، خليها مثلا 1000 نقطة، 1000 نقطة في الخط. اوكي طب انا عايز ارسم على الخط ده، عايز اجيب الفيلوسيتي ديستريبيوشن والتمبريتشر ديستريبيوشن على الخط ده، فاعملها ازاي بقى؟ في حاجة اسمها شارت، ادوس على الشارت. اوكي تمام، بحدد اول حاجة في الداتا سيريز اللوكيشن اللي عايز اعمليها، مثلا اعمل على اللاين 1 اللي انا لسه عامله. طب انت الاكس اكسيس هيبقى عندك ايه مثلا؟ يبقى هو الماجنتيود اللي هو التمبريتشر مثلا اللي انا عايز ادرس عليه. طب والواي اكسيس؟ هو الواي، الواي اكسيس بتاعي يكون هو الواي، اللي هي يبقى اللي هي الواي اهي. اوكي بس واعمل ابلاين، هتلاقيه رسم لي التمبريتشر ديستريبيوشن اهو، دي البدايه بتاعتك، اكبر قيمه تحت عندك 307 مثلا، اللي هي بالظبط يعني 73، اللي هي بالظبط مش عارف كام سليسيس، ممكن نحسبها نطرح 273، وهيبدأ يكبر يبدأ يقل لغاية لما يطلع عند البداية خالص. هتلاقوا ملاحظ هنا درجة حرارتها اللي هي 15 زي 273 يعني 288، اللي هي فعلا نقطة انقلت. لو بصينا هنا ونعمل الكونتور بتاعنا ونخليه التمبريتشر، بص هتلاقي الحتة دي أصغر حتة، أصغر قيمة للتمبريتشر، والحتة دي أكبر قيمة للتمبريتشر. نزوم لأن الحتة دي فعلا أكبر قيمة، معلش تو ماي، اكبر قيمه للتمبريتشر هنا واصغر قيمه للتمبريتشر فوق بسبب القله فلو. بص فنفس الفكره، نرجع للشارت فيو هنا بالظبط، هو ده حط جزء كبير، لان فعلا اللون الازرق خد كميه كبيره. بص كل ده، كل ده ليه نفس القيمه، فنرجع للشارت فيو بالظبط اهو. اوكي ايه تاني ممكن نعمله؟ ممكن بدل ما نرسم التمبريتشر ديستريبيوشن نرسم الفيلوستي، الفيلوستي تمام. اوكي بالظبط اهو، لو ملاحظين هنلاقي ان اكبر قيمه هتلاقي هنا عند الانليت فلو، واصغر قيمه عند الوول اللي هي زيرو. لو ملاحظين هنرجع تاني 3 دي فيو، نخلي بس نرجع زوم، نخلي بدل الكونتورز، بدل ما كان تمبريتشر نخليها فيلوستي مثلا، نخليها فيلوستي. اوكي لا معلش، نخليها بقى جلوبال تمام، هنلاقي ان اكبر قيمه فوق واصغر قيمه تحت عند الرول بزيرو بالظبط اهو، كبيره جدا القيمه دي، هتلاقيها مثلا بالظبط لو انتوا شايفين الشورت فيو، ويبدا يقل خالص، يبدا يرجع تاني دي عند النقطه الحته الزرقاء، وبعد كده هيبدا يكبر شويه، بعد كده ينزل تاني يصغر. يعني ملاحظين اهو، بص دي الحته الزرقاء اللي عندها زيرو، بعد كده يبدا يكبر تاني، بعد كده ينزل عند الول، لان الول احنا عاملين نو سليب كونديشن، نو سليب كونديشن اللي هو زيرو فلوستي يعني، ماشي اللي هو يعتبر هنا تمام. اوكي بس عشان كده ان احنا كده قدرنا نجيب كذا ريزلت كويس، وقدرنا نعمل ديستريبيوشن تمبريتشر فيلوسيتي على لاين معين، والكونتورز والستريم لاين والفيكتورز. يعني يا ريت يكون الخمس فيديوهات يكونوا مفيدين، وان شاء الله المساله تتحل معاكم. حاولوا تجربوا تربلنس موديل ثانيه غير الكي ابسلون ستاندرد، انا جربت الكي ابسلون رياليزابل وما اشتغلش، فانتوا ممكن تجربوا ار ان جي مثلا، تجربوا الكي اوميجا اس اس تي وتشوفوا اللي هيحصل، وقولوا في الكومنتات مثلا ممكن نحدد احسن تربلنس موديل واسرع، واسرع ريلاكسيشن فاكتور. يعني برضك احنا لو غنى ريلاكسيشن فاكتور، شوف اللي شوف احنا لما كنا اشتغلنا بالصغير قعد 3800 4000 اتريشن، لما عملنا الديفولت وصل 1400، ف
او 1700. فغيروا برضك وشوفوا ده هيخليكم تتعلموا احسن. وطبعا انت الافضل ان انت تسيب الديفولت في الاندر ريلاكسيشن فاكتورز، وبعد كده تبدا تقلل لو في فلكتويشن حصل في الريزولتس، وده هيبان في الحل.